بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم. سنة أولى، النهاردة هنتكلم على جزء من أجزاء الكونكتف تيشو. إن إحنا قلنا في الأول إن الكونكتف تيشو بينقسم إلى تو مين تايبس. إيه التايب الأولاني؟ قلنا كونكتف تيشو بروبر اللي إحنا شرحناه في الفيديوهات السابقة. النهاردة هنبتدي الكونكتف أو سبيشيالايزد تايب أوف ذا كونكتف تيشو. مين هما السبيشيالايزد؟ هما تلاتة: كارتليج، بون أند بلاد، غضاريف، عظم والدم. هبتدي بالكارتليج. الكارتليج بنقول عليه سبيشيالايزد تايب أوف كونكتف تيشو. ليه؟ عشان الماتريكس فير، الماتريكس ناشف لكن نوت هارد. ازاي يعني؟ بص المناخيرك دي، اضغط على مناخيرك دي اهي تتطبق معاك، ده الكارتليج. لكن هنا السكال ده البون العظم، يبقى ده هارد لكن ده فيرم، ماسك نفسه لكن فليكسبل. فبنقول في حاجه اسمها جنرال كاركترز اوف ذا كارتليج. وات از مينز باي جنرال كاركترز اوف كارتليج؟ ايه الصفات بتاعه الكارتليج؟ اول حاجه اتز ريزيست ميكانيكال ستريس، ما هو موجود في الجوين، فهو عنده المقدره يقاوم الاحتكاك او التنشن او الضغط الميكانيكي. وليه درجة من الفليكسابيليتي يعني مرن؟ ما هو الكارتليج انا لما اتني ايدي كده او اعمل ايدي كده ده يبقى الكارتليج عندي فيه فليكسابيليتي مرن. الكارتليج يتكون زيه زي الكونكتيف تيشو، سيلز، ماتريكس اند فايبرز. الكارتليج محاط بطبقة من البيريكوندريم، الطبقة التي تحيط بالكارتليج. يعني الكارتليج بالشكل ده، فبلاقي فيه طبقة خارجية حوالين الكارتليج بسميها بيريكورديوم، يعني حوالين كلمة كوندريوم باللاتيني يعني كارتليج، وبيري يعني حوله، يبقى نقول ما يحيط أو الذي يحيط بالكارتليج. هذه الطبقة تتميز إنها فاسكولار. خلي بالك الحتة دي مهمة قوي، إن الكارتليج في حد ذاته الكارتليج أفاسكولار. What is means by avascular؟ يعني ما فيهوش blood vessels، ما فيهوش blood vessels، ما فيش اوعيه دمويه ماشيه كده في الكارتج. الله، طب ياخد الغذاء ازاي بتاعه؟ قال لك ياخد من الطبقه التي تحيط حواليه. مين اللي بيحيط حواليه؟ البيريكوندريم. فالبيريكوندريم فيها blood vessels، blood vessels هي اللي بتعمل نيوتريشن للكارتج itself. طب هياخدها ازاي؟ بالديفيوجن، بالارتشاع. البلاد فيزلز موجوده فوق، فهترشح الايه؟ الاستراكشر بتاع او ترشح النيوتريشن ده. يبقى احنا بنتكلم على الكارتليج. هبتدي معاكم في الكارتليج. ايه هي طبقات الكارتليج؟ الطبقه الاساسيه من بره، يعني انا معايا حته الكارتليج دي كده، ففي طبقه من بره تحيط عليها اسمها بيري كوند. جوه هنا المنطقة اللي في النص بقى دي هي الكارتليج اتسالف. تمام؟ هنتكلم على أول حاجة الهيري بيكون، أنا هاخد سيكشن كده. أول حاجة في البيريكوندريم هو عبارة عن كونكتيف تيشو. لو مين فاكر معايا قلنا في أنواع الكونكتيف تيشو في دينس الريديولار كولاجين كونكتيف تيشو. ايه هو الدنس؟ يعني كثيف، مليان فايبرز، كميه الفايبرز فيه كتيره، مليان الماتريكس بتاعه قليل والسيلز فيو. مين بقى هو البيريكوندريم؟ يبقى بنقول على البيريكوندريم كفرز، يغطي ذا سيرفيس اوف ذا كارتليج، ما عدا مش كل الكارتليج بتاع الجسم عندي متغطي بالبيريكوندريم، لا، في منطقتين مش متغطيه في البيريكوندريم اللي هي، او سوري، منطقه واحده اللي هي ات ارتيكولار سيرفيس. يعني ايه ارتيكولار سيرفيس؟ عند المفصل. فبتلاقي عند المفصل ادي العظمه دي جايه كده، هتعمل ارتكيوليشن مع العظمه دي عشان تعمل لي مفصل. فالحته دي ها كارتش، ده كارتش. هنا نو بيريكوندريم، بس مثلا كارتليج موجود في الاير فيها بيريكوندريم، كارتليج موجود في الريبز فيها بيريكوندريم، لكن هنا الكارتليج بتاع الارتيكولار سيرفيس نو بيريكوندريم، نو بيريكوندريم. تعالى بقى هنشوف الاستراكشر بتاع البيريكوندريم. هو عباره عن ايه؟ طبقتين، اوتر لير، اوتر لير
فايبرز، انا برسم فايبرز دلوقتي اللي هي كولاجين فايبرز اهي، اوتر لاير كولاجين فايبرز، بينهم السيلز اللي كونت الفايبرز اللي هي مين؟ الفايبروبلاست. فادي الفايبروبلاست اهي، نرمز للفايبروبلاست بالنقط الصغيره دي، يبقى دي الفايبروبلاست. فبقول على الطبقه ديت اوتر لانها خارجيه موجوده من بره، هنا موجوده هنا اوتر فايبرز لير. فيها ايه الاوتر فايبرز لير؟ بتتكون من كولاجين فايبرز انهي نوع؟ ما انا قلت في 7 انواع في الجدول السابق، فهو تايب 1. هتلاقي في تايب 1 البيريكوند، فاحفظنا كده مكان، ومعاه بيريكوند بس معاه هنا معاه الفايبروبلاست. لكن احنا قلنا هو فاسكولار، يعني ايه فاسكولار؟ الاقي فيه اوعيه دمويه موجوده فيه، الاقي فيه ايه؟ اوعيه دمويه موجوده فيها، بلاد فيزلز موجوده فيه. فالبلاد فيزلز موجوده في الطبقه بتاعت الاوتر فايبرز. طيب اخش جوه الاقي طبقه من صفوف من الخلايا، فهلاقي ايه؟ سيلز قاعده فلات كده في صف كده. السيلز ديت اللي هي قاعده الصغيره دي هسميها كوندروجينيك. هسميها ايه؟ كوندروجينيك. احنا اتفقنا كوندريام يعني كارتج، فجينيك يعني الخلايا الولاده للكارتج. ويليها طبقه من الخلايا بسميها كوندروبلاست. يبقى في تو سيلز، كوندروجينيك وكوندروبلاست. دي المنطقه ديت السيلز هي كل واحده منهم بسيلز، هنتكلم على بالتفصيل بعد شويه على كل خليه من الخلايا دي. فهقول على المنطقه دي ايه؟ دي كانت اوتر فايبرز لير، دي هقول عليها انر، وهي سيلز بس، سيلولار لير. مين السيلز اللي موجودين هنا؟ كوندروجينيك وكوندروبلاست. وهذه المنطقه ماشيه بارل مع السطح اللي فوقيها، يعني الاثنين ماشيين كده فوق بعض بالشكل ده، يبقى ماشيه مع الايه؟ بارل لها للسطح ده. يبقى مين البيريكوندريم؟ ده كفر او غطاء على الكارتج من بره، بيتكون من طبقتين، طبقه خارجيه بسميها اوتر سيلولار لير، طبقه داخليه صفوف من الخلايا بسميها انر سيلولار. مين الخلايا؟ اوستوجينيك اوستوكوست. تعالى بقى نعرف ايه الفايده بتاعت البيريكوندريم، ربنا خلقها ليه؟ رقم واحد احنا قلنا هي فاسكولار، فيها بلاد فيزيت عشان تدي نيوتريشن لاخواتها اللي تحتيها اللي هي بقيه المنطقه اللي تحت دي افاسكولار، مفيش بلاد فيزيت، فهي فيها بلاد فيزيت فهتدي بالديفيوجن لها، يبقى الفاسكولاريتي هتساعد على الديفيوجن او نيوتريشن. هي مكان للاتاتشمنت الليجامنت والتندون، فبلاقي التندون يجي يمسك فيها والليجامنت يمسك فيها، فمكان لتماسك الليجامنت والايه؟ التندون الاربطه والاوتار. بيساعد على الجروس اوف كارتلج. يعني ايه بيساعد الجروس اوف كارتلج؟ الكارتلج عندنا له طول وله دايمتر، فاول ما بيتولد البيبي بيبقى الكارتلج كده صغير، الدايمتر صغير والطول قصير، فالله سبحانه وتعالى هيزود في الدايره دي في القطر ويزود لي في الطول. قال لك مين اللي مسؤول عن الزياده في القطر؟ البيريكوندر، اللي عن طريق ايه؟ السيلز اللي موجوده عنده جوه اللي هي الاوستوجينيك والاوستيوبلاست. فدي تتكاثر، تروح زقها البيريكوندر من بره، تتكاثر تزق البيريكوندر، تتكاثر تزق البيريكوندر، فبنبص نلاقي البيريكوندريم اصبح بيوسع الدايره بتاعتي او زاد في الدايمتر. الزياده في الدايمتر بسميها ايبوزيشنال جروث، ايبوزيشنال جروث، ايبوزيشنال جروث. يبقى الايبوزيشنال جروس ايه هو؟ هو زياده في الدايمتر او القطر بتاع الايه؟ الكارتج. ده كان مين؟ البيري كوندريم والفانكشن بتاعه. تعالى بقى للسيلز اوف ذا كارتج، هنبتدي بالسيلز اوف ذا كارتج بالقاعده اللي انا حفظتها لك هناك في الكونكتيف تيشو. قلنا الخليه النشيطه، ما هي مميزاتها في اللايت مايكروسكوب؟ تمام، السيتوبلاز بيزوفيلك، النيوكليوس بيل. طب الاي ام ليه بيزوفيليك؟ عشان فيها رف اندوبلازميك ريتيكولوم، فيها رايبوزومز، فيها ويل ديفلوبد جولجي، فيها ميتوكوندريا. طب والنيوكليوس بيل ليه؟ علشان فيها يوكروماتين، يعني هي بتصنع بروتين، دي اللي هي اكتف سيل. طب لو خليها نوت اكتف، مش في حاله نشاط، عكس، السيتوبلازم اسيدوفيليك. ليه؟ عشان الاورجانيلز قليله،
والنيوكليوس ديب بيزوفيليك يعني ازرق غامق عشان فيها هيتيروكروماتين ديت اللي هي مين النون اكتيف سيلز. هنا في البون كلهم اكتيف, سوري في الكارتج كلهم اكتيف. مين بقى السيلز اللي عندي؟ عندي اول واحده بسميها كوندروجينيك سيلز اللي انا رسمها دي اسمها كوندروجينيك سيل, دي رقم واحد. ما هي مميزاتها؟ اول حاجه هي جايه منين, ايه الاوريجين بتاعها, مين مامتها؟ ميزينكايمال سيلز. ميزينكايمال سيلز اللي هي اول خليه قلناها في الكونكتيف تيشو موجوده فين؟ اهو مكانها دكتور تحت الطبقه بتاعه الفايبرز بتاعه البيريكوندري. طب اللايت مايكروسكوب هي خليه نشيطه, يبقى السيتوبلازم بيزوفيلي النيوكليوس بير تمام, وشكلها ايه؟ مغزنيه الشكل سبيندل ان شيب. ايه وظيفتها؟ انها تحت النيوتريشن القليله, لما تبقى النيوتريشن قليله والفاسكولاريتي قليله بتتحول الى كوندروبلاست. خلي بالك كلمه كوندرو يعني كارتج, جينيك ولاد, فهي هتولد الكوندروبلاست فتتحول الخليه من الشكل اللي قدامي ده لخليه تحتها بسميها اوستيو كوندروبلاست. يبقى السيتوبلازم هنا ازرق كده اهي, لو جينا رسمنا السيلز على حجم كبير كده اهي, سيتوبلازم بيزوفيليك والنيوكليوس بير برومنانت نيوكليوس, دي اللي هي الكوندروجينيك سيل. تبتدي الخليه ديت تعمل ديفيجن, تنقسم وتتحول الى خليه ثانيه بسميها كوندروبلاست. يبقى الكوندروبلاست جايه منين؟ من الكوندروجينيك, بس ممكن تيجي من الميزنكايمال سيلز مباشره. امتى؟ لما يبقى الدنيا انا محتاج فيها ضغط بالشغل, فانا بسرعه عايز اكون كارتليج, تعالى يا كوندروجينيك خش واشتغل. لا ده انا عايز كمان ناس تانيين, انا مش مستنظر بقى الميزنكايمال تديني الكوندروجينيك والكوندروجينيك, لا مش مستنظر للموضوع ده, لا ده الميزنكايمال نفسها هتيجي للكوندروجينيك تمام. يبقى عندي الكوندروجينيك سيلز, تعالى بقى نتكلم على الكوندروجينيك جايه منين, من سوري الكوندروبلاست جايه منين, من الكوندروجينيك. طيب دي رقم واحد, موجوده فين؟ تحت البيريكوندري في الانر سيلولار لاير بتاعه البيريكوندري. طيب شكلها ايه؟ مش دي سبيندل ان شيب؟ هي برضه سبيندل ان شيب اهي, بس اكبر شويه, اكبرها شويه فهتبقى كده سبيندل ان شيب اهي, سبيندل ان شيب, ادي الكوندروبلاست كبرت شويه, فالكوندروبلاست سبيندل ان شيب. السيتوبلازم بتاعها اغمق في البيزوفيليا, يبقى تتوقع ايه؟ الاورجانيلز ايه؟ كتير قوي اكتر من اختها اللي فوق اللي هي الكوندرو جين, يبقى دي كوندرو بلاست. الله تعالى بقى, في نقطه هنا يا دكتور خالد, انت ايه اللي على اسمها فايبروبلاست؟ يبقى البلاست فورمينج او سينسيسيس وكوندرو كارتلي, يبقى اذا هنا البلاست موجوده, تعالى ترجم, يبقى الخليه التي تكون الكارتلي. مين الكارتلج؟ معناته كانت الفايبروبلاست بتكون الفايبرز بتاعه الكونكتيف تيشو وتكون الماتريكس, فدي هتكون الماتريكس بتاع الكونكتيف الكارتلج وتكون الفايبرز بتاعه الكارتلج. ما انا عندي في فايبرز موجوده في الكارتلج. النيوكليوس اوفن بيل برومينانت نيوكليولاس سيتوبلازم دي بيزوفيليك يعني ازرق غامق. طب ليه؟ لانها مليانه اورجانيلز اللي بيكون البروتين رايبوزومز ار اي ار ميتوكوندريا جولجي, يبقى خلاص حفظنا لا. والنيوكليوس فيها ايه؟ يوكروماتين. ده هي الكوندروبلاست. طب ايه وظيفتها؟ ما انا لسه قايل دلوقتي هي الخليه اللي بنسميها كارتليج فورمينج سيل, الخليه التي تكون الكارتليج. الله, مين عندي في الكارتليج؟ الماتريكس. مين تاني؟ الفايبرز تمام, وهي مسؤوله لما قلت لك انها موجوده في البريفري عندي في الكارتليج, فهي لما هتتحمل لها ديفيجن هتروح مدخله اختها فوق, واللي فوق دي تنقسم فتروح مزحزحه لفوق, فبقول لها الدايمتر بتاعي عمال يزيد, فهي مسؤوله عن البوزيشنال جروث. تبتدي بقى لما تكون الماتريكس الخليه ديت
هبص الاقيها يترسم حواليها الماتريكس بالشكل ده. يبقى انا عمال ارسم الماتريكس كده اهو، الماتريكس اترسم حوالين الخليه دي كده، الماتريكس باللون الازرق وفي فايبرز، واضح؟ في حاجه هنا برضو خليه ثانيه اهي، ادي النيوكليوس برومينت وادي السيتوبلازم بتاعها ديب بيزوفيلي، ها تمام، وهيرسم الايه الماتريكس حواليها بالشكل ده، واضح؟ يبقى هي هترسب الماتريكس حواليها. ولما يرسب الماتريكس انا قايل بقى في الـ احنا قلنا ان الكارتريج سبيشاليزد تايب من الكونكتيف تيشو، ليه؟ لانه الماتريكس بتاعه فيرم. هناك في الكونكتيف تيشو بروبر الماتريكس جيلي، عامل زي الجيلي كده، لكن ده فيرم ماسك نفسه شويه. فلما يبقى فيرم زي الكرتونه دي، الكرتونه اللي قدامي ديت فيرم، خلي بالك، بس انا ممكن اتنيها او اضغط عليها تتني معايا، اهي كرتونه بتتني معايا فيرم، بس مش زي حاجه خشب اجي اضغط عليها ما تتخضش، فهي فيرم. فهنا نتخيل الكوندروبلاست اهي جوه، هنا الكوندروبلاست اهي، الكوندروبلاست، فالكوندروبلاست هو الموبايل ده اهو، راح مكون الماتريكس حواليها، فاتحبست جوه الماتريكس، فاتحبست في تجويف، حبست في تجويف. التجويف ده بسميه باللاتيني لاكيونا، يبقى هي اتحبست جوه لاكيونا. وفي هذه الحاله اقول لك ما بقتش اسمها كوندرو بلاست، اقول عليها كوندرو سايت. يبقى لما تتحبس جوه الماتريكس ده في التجويف ده بسميها كوندرو سايت، يبقى هي لوحدها كده اسمها كوندرو بلاست، دخلت جوه تجويف، ها التجويف بتاعها بالشكل ده اهو، قعدت جوه تجويف، ها وقفلت عليها في التجويف ده، هسميها كوندروسايت. يبقى هي من غير التجويف اسمها كوندرو بلاست، احطها في تجويف اسمها كوندروسايت. يبقى اذا هي الفرق بينها وبينها مختلفه. طب جت ازاي بقى؟ سوري، بجات ازاي الكوندرو بلاست تحولت الى كوندروسايت؟ تعالى بقى نتكلم على كوندروسايت، جايه منين الاوريجين؟ اسمع، من الاوستيو، من الكوندرو بلاست. يعني السلسله ازاي؟ ميزينكايمه ادتني كوندروجينيك، كوندروجينيك ادتني كوندرو بلاست، كوندرو بلاست كون ماتريكس حواليه اصبحت كوندروسايت. فالكوندروسايت جاي من كوندرو بلاست، بريزنت جوه لاكيونا، وموجوده جوه بقى هنا، ماشيه داخله لجوه في السنتر هنا بتاع الايه الكارتج نفسه. فهلاقي ان الخلايا عندي بالشكل ده، تبتدي الخلايا دي تنتفخ شويه، تبقى كده راوندد بالشكل ده، والنيوكليوس بتاعتها بيل نيوكليوس، تمام، كل دول بيل نيوكليوس، والسيتوبلازم بتاعها بيزوفيليك بس اقل شويه من اختها اللي فوقيها، والماتريكس حواليها اهو، واصبحت جوه التجويف ده اللي انا بسميه ايه؟ لاكيونا، اصبحت جوه التجويف ده اسمه ايه؟ لاكيونا، تمام؟ يبقى في هذه الحاله المنظر اللي قدامي ده اسمها كوندروسايت. السيتوبلازم انا قايل لك في الاول احفظ ان الكارتليج كله اكتف سيلز بيزوفيل، بس مين اشدهم اكتيفيتي؟ الكوندروبلاست. فالسيتوبلازم بيزوفيليك بس اقل في البيزوفيليا من الاخت اللي فوقيها اللي هي مين؟ الكوندروبلاست. وكان دوبليكيت، يعني ايه دوبليكيت؟ يعني ممكن تعمل ديفيجن، الوحده دي هتبقى اتنين، هرمز لها كده، ادي سيل وادي سيل تاني، ويبقى جواها موجود حواليها موجود الايه؟ الماتريكس بالشكل ده اهي. الاثنين دول ممكن يبقوا أربعة، ما في ديفيجن، فلاقي أدي واحدة، أدي الثانية، ثالثة، رابعة، وكل واحدة على فكرة فيها النيوكليوس اللي رسمها دلوقتي، فالماتريكس جاي بالشكل ده أهو، الماتريكس حواليها أهو، تمام؟ وأصبحت الخلية هنا فيها النيوكليوس بتاعتها، ودي النيوكليوس ودي النيوكليوس، كل دايرة من دول هي النيوكليوس، والسيتوبلازم بتاعهم متفقين هو بيزوفيليك سيتوبلازم. زي ما احنا قلنا بسبب البيزوفيليا ان هي مليانه من
مليان عندي فيه الاورجانيلز بتكون. خلي بالك هنا لما مشيت زحزحت جوه السنتر فالسنتر هيزيد يبقى البريفر عمال يزيد بالاوستيوبلاست ولكن الانترستيشيال جروث يعني القلب بتاع الانترستيشيال بتاعي ده هو عمال يزيد بالكوندروسايت يبقى القلب عمال يزيد بالايه بالكوندروسايت يبقى هنا القلب عندي زاد بالكوندروسايت والبريفري زاد بالكوندروبلاست البريفري بسميه البوزيشنال والقلب بسميه انترستيشيال خلي بالك لما عمل الديفيجن الواحده ادتني 2 2 ادتني 4 4 ادتني 8 لكن ما تدينيش 6 يبقى بلاقي التجمع بتاعي دي لكنه دي فيها 2 لكنه دي فيها 4 8 فقال لك مش هنسميها بقى لكنه هسميها نست ليه لانك شبهها قال لك دي زي العش بتاع الطائر اللي فيه البيض ما هو البيضه خلي بالك فيها السيتوبلازم وفيها النيوكليوس محاطه بالقشره اللي هي اللاكونه بتاعتها فنتخيل كوندروسايت مع كوندروسايت كوندروسايت مع كوندروسايت كله قاعد في بوتقه واحده فقال لك هنسميها دي ايه سيل نست هنسميها ايه سيل نست يبقى معنى سيل نست عش الخلايا من مين من الكوندروسايت عش الخلايا ديت جاي من مصدر واحد من الخليه ولا جاي من خليه متعدده المصدر بتاعي هي كوندروسايت 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 فبقول عليها ايزوجينس جروس او ايزوجينس جروب يعني الجروب احادي المصدر احادي البذره فاصبح عندي الخلايا من الكوندروبلاست جيني تحولت كوندروبلاست وكوندروبلاست تحولت الى اوستيو كوندروسايت بص معايا انا في الالوان اللي رسمها لك مين اكتر واحده غامقه اللي هي الكوندروبلاست بيزوفيليك 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 فيها الاورجانيلز فيها الاورجانيلز فيها الاورجانيلز لكن دي مور بيزوفيليا مور اورجانيلز مور اكتيف لانها هي بلاست فورمينج سينسيسز لكن ديت نوت بلاست دي في حاله ديفيجن يبقى هنا ما حصلش ديفيجن لكن حصل فيها تحور هنا ما حصلش ديفيجن لكن حصل فيه تحور لكن هنا حصل ديفيجن يبقى اذا الكوندروجينيك هي اللي فيها ديفيجن كوندروجينيك هي اللي فيها الديفيجن يبقى هما دول السيلز التلاتة بتوع الكارتج رقم واحد الكوندروجينيك رقم اتنين كوندروبلاست رقم تلاتة كوندروسايت بعض الجماعات ممكن يكون شارح لهم تو سيلز اللي هي كوندروبلاست وكوندروسايت لكن احنا هنا في جامعة الزازي بنشرح لهم التلاتة سيلز كده يبقى انا اتكلمت على السيلز اخر حاجة هتكلم عليها في الكارتلج اللي هي الماتريكس قبل ما اتكلم على التايمز بتاعت الكارتلج هو ايه الماتريكس احنا قلنا اتفقنا انه فيرم ماتريكس يتكون من بيزوفيليك فيرم الماتريكس بيتكون من اخواته زيه زي الكونكتيف تيشو اللي هو الماتريكس كان بروتيوجلوكوكان كان بيتكون من بروتيوجلوكوجان يتكون من جلايكوبروتين ويتكون من الفايبرز مين هنا البروتوجلوكوجانز هو اللي حوالين الكارت في نقطه هتكلم عليها بعدها اللي هي الهايلاين كارتريج وفيها حاجه كده بسيطه ان هنا بص معايا بقى للبروتوجلوكوجانز لما جم لقوا المنطقه دي قال لك لقوا ان المنطقه دي اكثر غمقان اهو الحته دي حوالين او قريبه من الخليه اغمق اهو شوف الماتريكس اغمق من الماتريكس اللي حواليه شوف ازاي ها يبقى الماتريكس هنا اللي جنبي اغمق من الماتريكس اللي بره ده فظهرت كانها قشره فوقيها فقال لك هسميها كابسولار ماتريكس هسميها ايه كابسولار ماتريكس او سموها تيرتوريال ماتريكس يعني ليه هو بقى اكتر بيزوفيليا من اخوه اللي هنا لان سبب البيزوفيليا هايلورونيك اسيد والبروتو جلايكوبروتين وبروتيوجلوكانز لكن المنطقه دي بيور هايلورونيك اسيد وجلايكوبروتين بس ما فيهاش فايبرز فالفايبرز هتخش شويه على اللون الازرق خلي بالك الفايبرز لما اتكلمت عليها في الهيستولوجي نك كولاجين فايبرز في الشابتر بتاع الكونكتيف تيشو الفايبرز بتاعت الكونكتيف تيشو كانت بتتسبب بلون احمر مع الهيماتوكسيلين ديوسين انا مستخدم هيماتوكسيلين ديوسين فتخيل اللون البيزوفيليا ده خلطته بقى بشويه احمر مش هيطلع احمر بيور ولا هيطلع ازرق بيور يبقى ده ازرق بيور عشان ما فيهوش فايبر لكن هنا اللي بره ده فيه فايبرز فده الزرقان اخف
فالمنطقة دي اللي هي ظهرت غامقة سموها كابسولار ماتريكس. انا عندي بقى اللي هو بروتيوجلوكانز اللي هو سلفيتد جلايكوجلوكانز، يتكون من بروتين كور، كوندرويتين سلفيت، كيراتين سلفيت وكيراتين سلفيت وجلايكوبروتين خاص هنا بالكارتليج بسميه كوندرونيكتين، ده الماتريكس بتاع الكارتليج. مين بقى الفايبرز؟ هو كولاجين فايبرز. ده مين دي؟ انا سكبت ليه؟ لان الكارتليج كله يحتوي على كولاجين فايبرز بانواعه اللي هنذكرهم دلوقتي. كارتليج كله بيحتوي على كولاجين فايبرز. انهي نوع من كولاجين فايبرز؟ تايب 2. تايب 2. يبقى هنا كان في الماتريكس بره هنا كولاجين تايب 1، هنا الكونكتد تيشو الكولاجين موجود هنا اسمه تايب 2. يبقى هنا ده الكارتليج الكولاجين فايبر موجود. تعالى بقى معايا للانواع اللي هنقولها في الفيديو الجاي ان شاء الله.